أحبائي، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج سبب وجودي. نفسي أشكركم قوي على متابعتكم للبرنامج بتاعنا، وعايزة أقول لكم إن أنا بحبكم وبصليلكم، وعارفة إنه ربنا بيعمل حاجة حلوة معاكم، فمن فضلكم خلينا نسمع منكم. اكتبوا لنا، ابعتوا لنا إيميلز، عايزين نعرف إيه الحاجات اللي بتحصل معاكم، وإدونا أفكاركم وآرائكم، يبقى حلو قوي نسمع منكم. عايزين نكمل الحلقة اللي فاتت. كنا بنتكلم مع بعض عن موضوع تجديد الذهن، بس الحقيقة الوقت خلص وما لحقناش نخلص، فقررنا نعمل الحلقة التانية برضو نتكلم في نفس الأمر، لأنه موضوع مهم وشوية ما بنبقاش فاهمينه. أنا أخد مني وقت طويل عشان أفهم إيه فكر الله من الآية اللي قريناها في روميا، اللي هي لا تشكلوا أهل هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لكي تختبروا إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. فقلنا إنه لازم عشان نختبر إرادة الله لازم نتغير عن شكلنا. واللي ما تابعش الحلقة اللي فاتت من فضلكم دور عليها وارجع لها، علشان عايزين نكمل المرة دي في حاجة جديدة. مش هرجع للي فات، بس عايزة أكمل عليه. آخر حاجة كنا اتكلمنا فيها في الحلقة اللي فاتت، كنا بنتكلم على مهم ازاي ان احنا نخلص ونخلع الانسان القديم ونلبس الانسان الجديد. طب هل ده ممكن يحصل بسهولة؟ ده هيحصل بتعاوني انا وتعاونك انت وتعاونك انت مع الله. لازم نحط نفسنا في موافقة مع الروح القدس، واللي يشاور عليه نتغير معاه، هيشاور لنا على حاجات هتبقى هي دي محتاجة تغيير في شخصياتنا وفي أنفسنا. واتكلمنا إنه التجديد ده تجديد لأنفسنا، والنفس اللي هي متكونة منها الذهن والإرادة والعواطف، فالذهن جزء منها اللي هو تجديد الذهن. إزاي يتغير الذهن؟ عن طريق إن إحنا نتخلص من القديم ونلبس الجديد. مش أمر سهل إن أنا أتخلص من القديم لمجرد أتخلص منه، لكن مش هيحصل غير لو أنا رحبت بالجديد. والجديد ده إيه هو؟ هو فكر الله وكلمة الله. عشان كده في فيليبي 4:8 يقول لنا كده: أخيراً أيها الإخوة، كل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما هو عادل، كل ما هو طاهر، كل ما هو مسر، كل ما صيته حسن، إن كانت فضيلة وإن كان مدح، ففي هذه افتكروا. لو انت قدامك الآية دي وبصيت للي بيعدي في ذهنك، هل كل اللي بيعدي في ذهنك أو بيعدي في ذهنك بيتوافق مع هذا الكلام؟ هل فعلا كله حق؟ هل كله جليل؟ هل كله عادل؟ هل كله طاهر؟ هل كله مسر؟ كل مصيته حسن؟ إن كانت فضيلة وإن كان مدح؟ ده الطريقة اللي الله عايزنا نفكر بيها. أحبائي، نفسي أقول لكم ده يحصل بأن احنا نتأمل في كلمة الله ونثبت أفكارنا على كلمة الله. فمهم قوي أن احنا نعرف الكلمة بتقول لنا إيه. عشان كده لازم يبقى لنا شركة مع الله، ويبقى لنا شركة مع الكلمة بتاعته، لأن دي اللي هتعرفنا فكر الله. هنتغير على حسب فكر الله. التغيير ده قلنا إنه مش هيحصل فجأة، لكن ده هياخد وقت. الله هيفضل يشتغل علينا. أحب أقول لكم طول الحياة مفيش حد ما يقول أنا خلاص أنا كده بقيت تمام، مش محتاج حاجة تانية يعني خلاص. لأ، على طول هتلاقي الروح القدس بينقي فيك وبيغير فيك باستمرار. فخلينا نكون أداة مرنة في إيده، خلينا نتعاون معاه. الرب عنده منتج رائع وعاوز يعملك حاجة جميلة وحاجة غالية جدا على قلبه. عايز فعلا يعمل منك جوهرة، عايز يصفيك وينقيك بالنار علشان تبقى فعلا ذهب مصفى بالنار. بس أنت اتعاون معاه، أنت قول له: يا رب أنا عايز اللي على قلبك ليا، وأنا هعمل اللي أقدر أعمله علشان أتعاون مع شخصك. شعب الرب في القديم ما قدروش يدخلوا أرض الموعد، لو فاكرين ليه؟ لأنه كان ذهنهم لسه مستعبد، كان ذهنهم لسه مستعبد وعايشين لسه في مصر. طلعوا من مصر لكن مصر ما طلعتش منهم. الله عايزهم يملكهم أرض الموعد،
هم بيبصوا على الأرض اللي اتذلوا فيها واللي كانوا مستعبدين فيها، مش عايزين يغيروا. وده اللي بيحصل معانا كتير يا أحبائي، بنحس إنه خلينا متعلقين باللي احنا عارفينه وماسكين في القديم ومش عايزين الحاجة الجديدة اللي على قلب الله لينا. الله على قلبه حاجة رائعة ليك، بس أنت لازم تتخلص من القديم، مش هينفع ده مع ده. عايز اقول لكم كمان، زي ما بيقولوا كده، انا امسك العصايه من النص لحسن ما الحقش لا دي ولا دي. مش هتاخد حاجه من، لا هتبقى مبسوط في العالم ولا هتبقى مبسوط مع الله. فالنهارده خلينا نرمي نفايه العالم، ونمسك في اللي على قلب الله لينا. على قلبه حاجات رائعه، بس احنا نمشي معاه. فاكرين لما جاء الله يدخلهم وموسى قال لهم الله عايز يديكم الأرض اللي قدامكم، وقالوا نبعت الجواسيس، ورجعوا قالوا كنا كجارات في أعين أنفسنا. هي دي المنتاليتي، هي دي الذهنية، طريقة التفكير اللي الله عايز يغيرها، عقلية الجراد، عقلية يعني. حاجة من الحاجات المهمة إن احنا نتخلص من عقلية الجراد. انت شايف نفسك ازاي؟ وانت شايفة نفسك ازاي؟ انت شايف نفسك زي ما المدرس بتاعك قالك، سوري يعني قالك انت غبي في يوم من الايام وانت طفل في المدرسة، وصدقته وعشت طول عمرك فاهم عن نفسك انك غبي، او انت فاهمة نفسك انك مش جميلة لانه somehow ابليس قدر يوصل لك يقولك انت شكلك وحش، وصدقتي وعشتي حاسة نفسك قبيحة طول عمرك. الله عاوز يغيرنا من العقليات بتاعتنا، بنشوف نفسنا في عقلية صغيرة، بنستصغر روحنا ومش عارفين الله عمل ايه. الله خلق كل واحد فينا تحفة، زي ما قلنا اللي هي ماستر بيس، عملنا حاجة رائعة عايز يرى من نفس، من تعب نفسه فينا ويشبع. بس هيحصل كده لما انا اشوف نفسي بعينين الله، ولما انت وانتي تشوفوا نفسكم بعينين الله. أحبائي لازم عشان نمتلك المواعيد الكبيرة اللي على قلب ربنا لينا، لازم نعرف إنه عقلية الجراد مش هتملكنا. لو أنا شايفة نفسي صغيرة، لو أنت شايف نفسك صغير ويجي ربنا يكلمك على حاجة كبيرة، لا يمكن هتصدقها، ولا يمكن هتؤمن بيها، ولا يمكن هتتحرك فيها. عشان كده النهاردة أقول له يا رب أنا النهاردة بصدق كل اللي على قلبك ليا، وباخد كل اللي على قلبك ليا. مش مهم أنت شايف نفسك إزاي، ومش مهم أنت شايفة نفسك إزاي، لكن صدق في مواعيد الله، صدق إن الله عنده حاجة عظيمة ليك. يوحنا 10 يقول لنا السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. الله عايز يديك حياة فائدة، حياة مليانة، حياة فيها امتلاء وفيها شبع وفيها تحس فعلا بقصد الله في حياتك، ان انت عايش هنا مش علشان تقضي يومينك، لكن علشان تعمل فرق. الله عايزك تعمل فرق. فخلينا نفهم انه حاجة من الحاجات المهمة ان احنا نغيرها عقلية الجراد بتاعتنا. يوحنا في يوحنا الثالثة يقول كده، أروم أن تكون ناجحا وصحيحا كما أن نفسك ناجحة. يعني مش هتكون ناجح ومش هتكون صحيح لو نفسك مش ناجحة أو نفسك مش صحيحة. عشان كده النهاردة الله جاي لنا بشفاء لأنفسنا. الله بيقدم لنا، أنت العالم بهدل فيك كتير، أنت سمعت بودانك أذيتك، وسمعت أن أنت ما تسواش حاجة، وسمعت وشفت نفسك صغير. أنا النهاردة جاي أطلعك من صغر نفسك ده، أنا النهاردة عايز أرد نفسك. وعشان كده خليني أشتغل جواك وأشتغل على النقطة دي، خليني أوريك أنا شايفك إزاي، خليني أوريك العظمة اللي أنا شايفك بيها، والأمر الكبير اللي أنا هستخدمك بيه علشان كده تقدر تصدق أنت مين وتعرف أنت حقيقتك إيه. أحبائي حقيقتنا هي اللي في ذهن الله، مش الصورة اللي إحنا شايفينها على نفسنا، ولا الصورة اللي اتصورت لنا عن نفسنا من آخرين. أمين؟ النفس زي ما قلنا متكونة من الذهن والعواطف والإرادة، وكل دول هيبتدي الله يشتغل عليهم واحدة واحدة. هيبتدي ينظفنا، هيبتدي يغيرنا، هيبتدي يشكلنا علشان يعمل مننا الآنية اللي تسمح لأنه يتحرك بمجده وبعظمته في حياتنا.
الكتاب لما قال يحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم. متخيل إنه الله عايز يغير فيك كل حتة بايظة جواك، كل شيء أنت يمكن أنت نفسك فاقد الأمل فيه عن نفسك، لكن الله مش فاقد الأمل فيه. ولو سبت نفسك في إيدين ربنا هتشوف ربنا يعمل منه إزاي. الحتة المتجرحة اللي جواك، اللي تعبانة، اللي حاسس إنها ملهاش حل، الله عنده حل ليها، الله عاوز يشفيها، الله عاوز يباركها ويستخدمك من خلالها. أمين؟ أمين. رومية 12 يقول لنا الآية اللي احنا قريناها إن احنا نتجدد، تتجدد أذهاننا عشان نفوسنا تخلص، وعشان أرواحنا تخلص، وعشان أجسادنا تخلص. أمين. وهنتكلم بعد شوية على موضوع الجسد، الله عاوز إزاي يتعامل مع أجسادنا، بس لازم الفكر الأول يتغير، لازم أنا أزبط نفسي مع فكر الله علشان جسدي بيفولو. يعني تلاقي ناس كتير مش عايزة تغفر وبعدين تبص تلاقي أمراض مسكتها. ليه؟ لأنها مش غافرة، والكتاب قال كده، والطب بيقول كده، إنه الاسترس بيعمل لنا أمراض. فلو أنا ما سمحتش لله يتعامل بحرية جوايا وينقيني ويخليني ويوسعني، هتلاقيك متزمت، نفسك ضيقة، وهتلاقي نفسك كل ده بينعكس على جسدك. عشان كده النفس الصحيحة هي النفس اللي الله بيتعامل معاها بحرية. هقول إشارات بسرعة عن النفس الضعيفة، ولو في أي حاجة من الحاجات اللي هقولها شاورت عليك، خليك عارف إن الله النهاردة مش بيشاور عليك عشان يقولك أنت أي كلام، ولا أنت طلعت ولا حاجة، لكن لأن الله جاي بنفسه النهاردة بالروح القدس، عاوز يغير وعاوز يشكل فيك، عاوز يقيم الحتة الضعيفة اللي جواك ويشيلها من جواك، وجاي يديك أمل، جاي يديك نعمة جديدة للأمر ده. الإشارات اللي هنتكلم عليها دي اللي بتشير للنفس الضعيفة، أول حاجة منها اللي هي إنه النفس بتفتقد إلى المعرفة إن أنا محتاجة أتغير. تقول للناس يا فلان أنت محتاج تتغير في الأمر الفلاني، يقول لك لا 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 أنا كويس كده. تلاقي ناس كده مش عايزة تتغير. طب الدنيا بايظة معاك ومش بتتصلح بفكرك ولا باللي أنت بتفكر إنه ده ممكن يصلحها، وأديك بتجرب كذا مرة ومفيش فايدة، لأنه فكرك محتاج يتغير. فتلاقيه هو مش عايز يتغير ومش مقتنع إنه هو عاوز يتغير. أحبائي، النفس الغير صحيحة هي النفس اللي فاهمة إن هي كويسة، النفس اللي فاهمة إن هي مش محتاجة تغيير، اللي حاسة إنها مكتفية. عشان كده في هوشع 4 يقول لنا كده: قد هلك شعبي من عدم المعرفة. عدم المعرفة إن أنا محتاجة أتغير، وإنت محتاج تتغير للأفضل باستمرار، ده معناته إن في ضعف في نفسك. ويمكن تكون أنت واثق من نفسك ومن جواك عارف أنك عايز تتغير، ومن جواك عارفة أنه في نقط كتير محتاجة تتغير وأنك ضعيفة فيها، لكن الكبرياء بتاعتنا بتاعت النفس البشرية تقول له لا، أنت اظهر كويس، ما يهمكش، الناس مش هتشوف اللي جوه، بس المهم تظهر من بره كويس. أحبائي، ده يدل على ضعف في نفسيتنا. لو النهاردة انت حاسس انه في امور معينة انت عارف ان محتاج تتغير فيها، قل للرب: يا رب انا النهاردة جاي بتواضع، وجاي بسأل منك انك تساعدني ان اتغير في الامور دي. ما بلاش ان احنا نحس ان احنا مش محتاجين التغيير ده. الحاجة التانية هي ان النفس المسيرة والمحكومة برغبات وشهوات الجسد تلاقيهم مستعبدين، يعني مش قادر، ما في عارف كنترولد، واحد مش بياخد هو قراراته بنفسه، لكن القرارات يعني حد بيدليها عليه، لازم تعمل كده انت، يعني وحاجات يمكن انت نفسك مش موافق عليها. يعني في ناس كتير بتبقى عايزه مثلا، حاسه انها مليانه شويه، عايزه تبطل تاكل ومش قادره، عندهم شهوه للاكل، مش عارفين يوقفوا اكل، وبالطريقه دي بيكملوا زياده في الوزن. فدي شهوة الله محتاج يتعامل معاك ومحتاج يلمسك فيها علشان تغير الأمور دي. يمكن عندك شهوة جنسية،
يمكن عندك مغلوب مثلا من سجاير، مغلوب من امر معين انت مش قادر تقول له لا، وهو اللي بيقول لك دلوقتي ميعاد الامر الفلاني. خليك عارف ان الله عاوز يغيرها، وما تستسلمش ليها. تعال لله بتواضع، وصدقني وصدقيني هتشوف الروح القدس بيعمل معاك ايه. رومية 8 يقول لنا كده في عدد 5، لكي يتم حكم الناموس فينا نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح، فإن الذين هم حسب الجسد فبما للجسد يهتمون، ولكن الذين حسب الروح فبما للروح. يعني اللي كل اهتماماتهم جسدية، هناكل ايه ونشرب ايه ونلبس ايه ونعيش فين ونروح نتفسح فين ونيجي منين، وده كل اللي مالي ذهنهم، وعايزين نعمل فلوس علشان نعمل بيها ونسوي بيها، ده انسان بيعيش حسب الجسد. لكن تلاقي الانسان الروحي حاطط نفسه أداء قدام الرب، يا رب انت غيرني النهاردة علشان تقدر تباركني، عشان تقدر تستخدمني مع آخرين. فدي الحاجة التانية اللي تبين إذا نفسنا ضعيفة ولا لأ. الأمر الثالث، لو نفسك ضعيفة تلاقي ناس ما عندهاش سوري شخصية، أو حاسة ما تعرفش تاخد قرار، جواها تضارب في الأفكار. ليه؟ لأنه ما فيش جواهم سلام، وما فيش جواهم صوت وثبات الروح القدس اللي مديهم ثبات وسلام في شخصياتهم. في يعقوب 1 يقول كده، راجل ذو رأيين هو متقلقل في جميع طرقه. دي نقطة كمان. النقطة الرابعة، النفس اللي بتتخيل الشر ودايما عندها سلبية في الأفكار، دي برضو نفس ضعيفة، ودي بنقع فيها كتير في مجتمعاتنا الشرقية بالذات، إنه أول حاجة تطرق على أذهاننا هي الشر. فلان اتأخر يبقى عمل حادثة، فلانة ما جاتش تبقى في المستشفى، فلان دايما نتوقع الشر قبل ما نتوقع الخير. أحبائي، الله عاوز يغير الأمر ده. الله عاوز يقولك إن أنا المتحكم في أمورك، أنا المتحكم في زمام الحياة، أنا اللي بقود الدفة. بس ده لو هو فعلا هو اللي بيقودها. لو ده بيحصل هتلاقي نفسك ما عندكش الأفكار السلبية دي، هتلاقي نفسك دايما في أفكار سلام، لأن سلام الله يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. هتلاقي نفسك قلبه ثابت متكل على الرب، مش هتلاقي إن جواك دايما خوف من بكرة، من الأمراض، من الفيوتشر، من الأشغال، دايما خوف. لو خايف ودايما جواك الكلام السلبي هو أول حاجة بيطرق على ذهنك، اعرف إنه محتاج الله يوسعك، ومحتاج إن الله يعمل في نفسك. عشان كده الآية قريناها من شوية وهنقراها تاني بسرعة، أسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون، هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ومستأثرين كل فكر إلى طاعة المسيح. يقول لك إزاي يحصل إنه الله يعمل إنه كل علو يرتفع ضد معرفة الله؟ أقدر أهدمه إنه يجي لك فكر خوف، فكر قلق على ابنك أو بنتك اللي تأخرت، تقول الله حافظه، وتجيب آية من الكتاب للموقف اللي انت بتعدي فيه. يقول لك انت مش هتقدر تدفع فواتيرك، ما معكش فلوس تكمل بيها لاخر الشهر، تقول له فيملأ الهي كل احتياج بحسب غناه في المجد. احبائي، دي حياه بنعيشها حقيقي. لو انا مسكت كل فكر من الافكار السلبيه دي اللي بتيجي جوايا وبتهدمني، واروح مسكاها ومستاثراها واقول لها انت ملكيش سلطان عليا، انا ببدل النهارده الفكر ده بفكر الله. فكر الله لينا سلام، لأن الرب جاي يدينا سلام. فما نقبلش أفكار إبليس كأنها مستسلم بيها، وده هيساعدنا على التغيير. الحاجة الخامسة اللي هي النفس اللي بترفض التغيير ودايما تلاقيها عندها أعذار، يعني تقول له يا فلان ده أنت محتاج تتغير أو تتغيري في الأمر الفلاني، يقولك لا 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 معلش أصل أنا عندي، معلش أصل أنا، دايما يجيب أعذار لنفسه، دايما بيلتمس أعذار لنفسه ومش عايز يتغير. لو ده حصل
وحسيت انه ربنا بيشاور عليك بيقولك انت الشخص ده او انت الشخص ده اللي دايما بتتلكك انك تجيب عذر لنفسك علشان ما تبينش نفسك ضعيف، عشان ما تبينش نفسك انك محتاج لي، النهارده انا بفضح الموضوع ده، النهارده بقولك انت ضعيف وانت محتاج لي، وانا جاي بقولك الامر ده لاني عاوز اساعدك، عاوز اغيرك، عاوزك توسع، عاوز اباركك. امين. سفر الامثال يقول لنا الموضوع ده في إصحاح 9، يقول من يوبخ مستهزئا يكسب لنفسه هوانا، ومن ينذر شريرا يكسب عيبا. لا توبخ مستهزئا لألا يبغضك، وبخ حكيما فيحبك، اعطي حكيما فيكون أوفر حكمة، علم صديقا فيزداد علم. أحبائي خلينا نشتاق للأمور دي، خلينا نشتاق أبقى أنا الشخص ده، الشخص الحكيم ده اللي أنا أول ما الله بيوريني من خلال ظروف معينة أو من خلال كلامه ليا إنه في أمر معين في شخصيتي محتاج يتغير، يا رب أنا بين إيديك اعمل الأمر ده جوايا، صدقوني التغيير ده لمصلحتك ولخيرك، يعني الله عاوز يعملك حاجة أحلى، فاتجاوب معاه وخليك لين في إيده. الحاجة كمان اللي برضو بتشير إذا أنت نفسك صغيرة ولا لأ ومحتاج إن الله يتعامل معاك، هي إنك مشغول جدا بالحياة اللي حواليك وباهتمامات المنظور، تلاقي مفيش أي اهتمام جواك للروحيات ولا فارق معاك. النهاردة أنا قريب من ربنا، قريب مش قريب who cares، محد ما يفرقش، أروح الكنيسة ولا ما أروحش ما يفرقش، أعمل أصلي أقرأ الكلمة أتشارك مع أخواتي، كل ده مش فارق، ده دليل على إنك منشغل ومصبوب بالكامل في العالم، وإنك فعلا فعلا عاوز تطلع برة الجسديات. الله عاوز النهاردة يشغلك بيه، عاوز تتشغل بالروحيات، عايز يرفعك من مستوى الأرضيات لمستوى الروحيات. أمين. يقول كده فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله، اهتموا بما فوق لا بما على الأرض. الحاجة كمان اللي برضو بتبين إذا النفس بتاعتنا ضعيفة ولا لأ، هي إنه النفس اللي بيقودها العواطف ودايما مسيطر عليها عواطفها، تلاقي ما بيفكروش بالذهن أول حاجة، وبيقولوا إن النساء كده أكتر من الرجال، بيقولوا إن هم دايماً بيفكروا بعواطفهم، لكن برضو في رجال بنفس الطريقة، أعرف رجال برضو يعني بيفكروا بالعاطفة أكتر من الذهن. أحبائي وأنا مش بطلب منك النهاردة إنك تفكر حتى بالذهن، أنا بطلب إنك تفكر بفكر الله وتعرف إزاي تغير أفكارك لأفكار الله. فلو انت محكم، لو انت عارف ان انت افكارك وعواطفك هي اللي بتقودك، ده دليل على ان الله عاوز يتعامل معاك. امين. خلينا عايزين نتكلم على حتة الخوف والغضب والمرارة والنميمة والافكار السلبية، الحاجات اللي بتستنزفنا دي كلها برضو اشياء الله بيحب يتعامل معانا فيها. انا مش عارفة، انا حاولت يعني أخبط على كذا نقطة، لو الله كلمك في أي نقطة من النقط دي اعرف إنه هو جاي النهاردة عاوز يساعدك، اعرف إنه جايب لك الروح القدس النهاردة عشان عاوز يغيرك، عاوز يرفعك من الأمر الضعيف اللي انت فيه ده. أمين. فيليبي 4 يقول لنا كده أخيرا أيها الإخوة، كل ما هو حق، أنا قريتها قبل كده لكن أحب أقراها تاني، كل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما هو عادل، كل ما هو طاهر، كل ما هو مسر، كل ما صيته حسن، إن كانت فضيلة وإن كان مدح في هذه افتكروا. الله عايزنا نعيش حياة ممتلئة يا أحبائي، وده مش هيحصل غير لو النهاردة قبلنا تجديد أذهاننا، قبلنا إن حياتنا الله يغير فيها بطريقته. الحلقة قربت تخلص، لكن نفسي أقول لكم إنه خلينا إحنا المتحكمين في أذهاننا وفي أفكارنا، ما يبقاش إبليس هو اللي بيمشينا وهو اللي مسيطر على أفكارنا وهو اللي بيقول لنا نعمل إيه وما نعملش إيه. التغيير ده لازم يجي من جوانا، مش هيجي من برة.
الكتاب بيقول لنا كده في آية نفسي أقولها لكم، إن الذي يخرج من الإنسان ذلك ينجس الإنسان. فاعرف إن أنت لو اللي بره مش عاجبك يبقى ده دليل على إن اللي جوه محتاج يتغير. أمين؟ اعمل كده. في يقول لنا إنه تخرج الأفكار، نفسي أقرأ لكم الآيات اللي بتتكلم عن الموضوع ده قبل ما الحلقة تنتهي. بيقول لأنه تخرج الأفكار الشريرة، زنا وفسق وقتل وسرقة وطمع وخبث ومكر، عهارة وعين شريرة وتجديف وكبرياء وجهل، جميع هذه الشرور تخرج من الداخل وتنجس الإنسان. معرفش نقط كتير محتاجين نتعلم منها، محتاجين لو الروح القدس النهاردة قالك عليها أنت محتاج تتغير فيها. أحبائي الحلقة قربت تخلص، ونفسي أقول لكم أنه خلينا النهاردة نقبل اللي على قلب ربنا لينا، خلينا النهاردة نتعاون مع الروح القدس أنه يغير اللي جوانا. أمين. يشوع الله اداله المفتاح عشان يدخل أرض الموعد، قال له اعرف الكلمة بتاعتي واتملي بيها يا يشوع، لأن هي دي اللي هتحفظك من الخوف ومن السلبيات اللي قدام في الطريق. نلاحظ التأملات اللي احنا بنتأمل، كل واحد فينا بيتأمل كل يوم سواء سلبي أو إيجابي، بتتأمل في حاجة. لو بتعرف تتأمل يبقى تعرف تتأمل في كلمة الله. حول التأمل السلبي اللي بتتأمل فيه في ذهنك بينك وبين نفسك لتأمل في كلمة الله. كمان نفسي أقول لكم أنه خلينا نشوف إيه الأبواب اللي احنا بنفتحها في حياتنا لأنه الذهن يتملي والنفس تتملي بأفكار من برة. لاحظ الميديا اللي بتتفرج عليها، لاحظ التي في، خليك أنت in control، امسك أنت بزمام أمور حياتك. أمين. كمان اللي حواليك، شوف مين اللي حواليك، الدايرة بتاعتك هتبقى زيك زيهم، مين اللي في الدايرة بتاعتك، مين أصحابك، مين اللي بتمشي معاهم بتقضي معاهم وقت، ده هيغيروك. عشان كده محتاج تتحاوط بمؤمنين، بناس بتعرف بتفكر صح، وناس روحيين يعرفوا ازاي يتعاملوا مع الامور الروحيه. عشان كده نفسي اقفل الحلقه اولموست خلصت واقول لكم ثانك يو سو ماتش على مشاركتكم لينا، على وجودكم معانا ومتابعتكم للبرنامج. نفسي اقول لكم بحبكم خالص، والله اكتر من كده بيحبكم جدا. الله عنده افكار سلام ليكم، الله عنده افكار رائعه ليكم. بس النهاردة يقول إذا آمنتم وإذا أطعتم تأكلون خبز الأرض، لكن إذا تمردتم تؤخذون بالسيف. أنا بصلي إن كل واحد فينا النهاردة يؤمن، وكل واحد فينا النهاردة يطيع، علشان ناخد الحاجة الرائعة اللي على قلب أبونا لينا. أحبائي ربنا يبارككم في نهاية الحلقة، وأقول لكم نتقابل مع بعض في الحلقة الجاية من برنامج سبب وجودي، والله معاكم.